لهذا لما أنا كنت أقرأ مالك بن نبي أقرأ الكتاب وأقف عند كل سطر حتى فهمت أنه أن العالم الإسلامي لما قال من جملة ما قال لما نصير نتكلم قليلا عن الاستعمار وكثيرا عن القابلية للاستعمار نكون بدأنا حل المشكلة وسلكنا طريق الصلاة يعني طريق الرشد. وهذا لما أنا قرأت وهو يقول بعدين أنا أفهم القرآن أيضا القرآن آدم وزوجه لما قال لا تقربوا هذه الشجرة وأكلوا الشجرة يقول القرآن لنا أن الشيطان جاء إليهم وقال ما نهاكم ربكم عن هاتلكم بشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى لما الله قال له ما ألم أنهاكم عن هذه الشجرة ما قالوا خدعنا الشيطان أغرانا الشيطان لازم ما ذكروا قصة الشيطان وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا هذا شيء كبير هذا فلسفة كبيرة هذا الإيمان بعقل الإنسان وقدرة الإنسان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الله يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وحتى يوم القيامة الشيطان سيقول ما كان لي عليكم من سلطان ما كان عندي قوة إلا أن دعوتكم فسجبتم لي تبرأ الإنسان تبرأ الشيطان أيضا الكفار يتبرؤون من اتباعه يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أشياء هذا بينات يعني هذه الأشياء أرسلنا رسلنا بالبينات هذا مالك بن نبي لما قال يعني القابلية للاستعمار أو لما ما لازم نتكلم عن الاستعمار ما نتكلم شو النقص اللي عندنا نحن العالم الإسلامي لا يقبل هذا دعاء وكذا لهذا أنا صدمت لما قرأت أول مرة هذا الكتاب وشعرت أنه نسخ كل الذي تعمل نحن العجيب أنه ليس هذا فقط مو آدم وزوجه لكن الشيطان أيضا يعرض قصته قال أسجد ما سجد قال ليش ما سجد ما قال ظلمت نفسي وإنما قال ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين أنا من نار احتج بعنصره بمادته واحتج برؤيته أي عقيدته أيضا قال بما أغويتني مو أنت اللي خلقتنا وكل شيء استحلت بنا الآن لما نطبق هذا العالم جميعا على طريق الشيطان مو على طريق آدم وزوجه الأمريكان يقولون كانوا يقولون روسيا المشكلة والروس كانوا يقولون الأمريكان هم العقبة أمام الاشتراكية والعدالة أمام العالم وبعدين قالوا العقبة أمامنا الإسلام لازم ننتصر عليه الأمريكان والمسلمون يقولون العقبة أمريكا أنا كنت أحد الأخوات لما قلت أن الحرب أنا أعلنت أنني الحرب انتهت في العالم لا يمارسها إلا الجهلة والذين يستغلون جهل الجاهلين لهذا والدليل أيضا سلبا وإيجابا موجود الدليل أنه اليابان الذي ألقيت عليه القنبلة النووية ولم يعرف جهنم الذي ألقي عليه ما عمل حرب تحرير وقتلوا الأمريكان وقتلوهم صاروا قوة عظمى من دون ذلك بعقلهم هؤلاء ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى وإنما من أولاد آدم لكن هذا الجانب الإيجابي أنه من غير قوة العقل هو الذي جعلهم قوة عظمى في العالم لكن السلبي أيضا الدليل السلبي الاتحاد السوفيتي
كان يستطيع الأسلحة النووية التي عندها تدمر الكرة الأرضية 30 مرة، وسقطوا من غير أن يأتي عدو. وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذا الدليل على أن هذا ما أشركوا بالله وعبدوا من القوة لم يغن عنهم شيء. أنا أرى هذه آيات بينات. مهم إذا كان الله يقول ألم تر كيف فعل ربك بعاد والذي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أنا أقول نرى نحن من الآيات أعجب من هذه من فرعون ومن عاد ومن ثمود لما ننظر الآن كيف سقطوا. وليس هذا فقط، في أي جانب إيجابي وآخر وهو الاتحاد الأوروبي لخلق الجديد، هذا لا يرسلون جيوش لفتح الجيران، يقولون من فضلكم يقبلون 10 دول تأتي تحت أعيننا. ما صار زمان هذه الآية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا عالم جديد، هذا النوع من التفكير جديد، هذا مو موجود. أنا تعبت حتى حصلت هذا الشيء آيات. لهذا نقول إذا القرآن يقول اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إنا منتظرون، إذا لم تكفي الأدلة التي في التاريخ انتظروا، لن نغير قوانيننا، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الذين لا يعدلون بين الناس يسقطون. إنما أهلك من كان قبلكم بسيط. مع الأشياء التي أقولها كبينات، بدهيات يعني، بينات واضح، بينات مثل الكهرباء. الكهرباء ما كان موجود إلا كصاعقة يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، والبرق يخطف الأبصار. كان البرق موجود لكنه ما هذا الشيء الذي يخطف الأبصار وصواعق يعني يرعب الناس. الناس لما عرفوا قوانينها أمسكوها وأنزلوها بأمان، ويستخدمونها استخدامات لا نهائية ولا يمكن الاستغناء عنها. آية كبرى، أنا ما فهمت معنى التقوى إلا بالكهرباء. لما صرت أفهم أبحث هذه الأشياء وكلمة التقوى كيف يستخدم في القرآن، هو وحتى التوتر العالي يوضع فيه الجمجمة، لا تقرب وأنت جاهل سيصعقك ويفحمك، لكن وأنت فهمان يخدمك خدمات لا نهائية. شيء عجيب هذه الأشياء. الآن المعرفة التي تصل هذه الأشياء، آيات محكمات من آيات الآفاق ومن آيات الأنفس أيضا، الاتحاد السوفيتي كيف سقط واليابان كيف صار والأوروبا كيف تتحد، ونحن كيف عاجزين عن أن نتفاهم ويتجسس بعضنا على بعض. وترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وترى الذين يسارعون فيه حتى يقدمون الخدمات من غير أن يطلبوا. لكن هذه الأشياء لا تجدي شيئا، ما أقوله من الأشياء لا تجدي شيئا إلا عند بعض الناس القلة، يعني هيك أحيانا ماذا يقول هذا؟ لهذا الأنبياء ما كان يستطيعوا فهم الناس. أجعل الآلهة إلها واحدة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا وين تفاسير، وين الأقوال، وين الكذا؟ لكن الله لن يسألني عن الآباء وعن سادتنا وكبرائنا. أطعنا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبرائنا أضلونا سبيلا، ربنا آتهم، قال لكل ضعف. أشياء
القوانين العلمية كانت دكتور استعرت منه كتاب صغير في موضوع العلم، يقول العلم بسيط،